مسلسل شامي وبالحارات الشامية رح تتابعوه على شاهد وام بي سي دراما، وهو مسلسل مربى العز واللي بدور أحداثه بدمشق عام 1900 ميلادي، بثلاث حارات بتعيش صراعات وغدر وخيانة ومكائد. وواضح من البرومو أن فعلا الأحداث مشوقة وغير متوقعة، تدور فيها معركة بين الخير والشر. المسلسل من بطولة محمود نصر، عباس النوري، أمل عرفة، سوزان نجم الدين، خالد القيش، وندين تحسين بيك. ونحن دخلنا على كواليس المسلسل وقابلنا الأبطال، ومنهم خالد القيش اللي بيجسد شخصية جمول، واللي لفتت النظر من وقت ما شافتها الناس على البوستر الفردي وصار حديث السوشيال ميديا. فكيف جهز لهاللوك؟ المكان شوي صعب لأنه بياخد وقت كتير، بنفس الوقت له طريقة بالشغل يعني مشان يطلع هذا القبح اللي داخله لبرا، فكان متعب كتير بيني وبينك يعني بشكل عام، حتى إزالته صعبة يعني حتى بعد ما شيله بتعب. بس هالساعة من التحضيرات يوميا للشخصية كانت تستاهل، فما في أحد عرف أن الشخص اللي بالصورة هو خالد القيش نفسه. كانت هاي التعليقات كتير عم تعني لي أنه فعلا ما أنت حدا تاني. أنا بالنسبة لي هذا التنوع والتلون عند الممثل هو كتير مهم، انه يوصل اشياء بيفكر فيها للناس بطريقه جديده، دائما يحسوه متجدد، لدرجه انه كان صعب التعرف عليه حتى بكواليس التصوير. في احد الاصدقاء اللي بيشتغل معنا بالانتاج فبده ياخذني على اللوكيشن، فاول مره بيشوفني اول يوم تصوير يعني، فطلعت بالسياره عم امشي، فقلت له أبو رياض شباك؟ قال لي بسم الله الرحمن الرحيم. قلت له شو؟ قال لي والله ما عرفتك، فكرتك حدا تاني يا أستاذ، لا تواخذني، عرفتك من صوتك. قلت له ممتاز، شكرا كثير لك. فكمان غيرت أكثر بالصوت وعملت هيك شغلات، العلاقة ما يبين أبدا أنه خالد يعني، لا بالصوت ولا بالشكل ولا بالأداء. شكله بيننا وبين الحقيقة لتبان شارة واحدة. شخصية جمول غريبة، والناس راح تتساءل إيش سر هالشخصية وليش كذا شكلها. راح تعرفوا وتنصدموا لما تتابعوا المسلسل في رمضان. الحقيقة أول شيء بدي أقول رضوى أنه خالد دايما بياخد أدوار هيك مختلفة وجديدة، مبروك على الدور، دايما هيك أنت أدى. وكمان المسلسل بيحمل كتير أدوار غير خالد، في ناس كمان راح تنصدموا بأشكالهم خلال حلقات المسلسل.